في إطار الالتزامات اللي تعهدت بها السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالبرلمان، قامت الوزارة بإعداد مرسوم كيتعلق برخصة التسوية واللي تصادق عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 من طرف مجلس الحكومة واللي تنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ماي 2023. كيجي هذا المرسوم تنفيذا لنتائج الحوار الوطني حول التعمير والإسكان اللي انضمته الوزارة سنة 2022 واللي كانت من بين التوصيات ديالو ضرورة فتح أجل جديد للمواطنات والمواطنين باش يسويو وضعية البنايات ديالهم غير القانونية. فشنا هو المقصود من رخصة التسوية؟ رخصة التسوية هي من الرخص الجديدة اللي جات بها التعديلات اللي عرفها القانون رقم 1290 ديال التعمير، والمقصود منها سوية وضعية البناية غير القانونية واللي هي البناية اللي تبنات من دون رخصة او اللي تبنات برخصة ولكن مولاها ما احترمش البلان ديال البني اللي على اساسه تمنحت لي هديك الرخصة. شنو هو الهدف من رخصة التسوية؟ رخصة التسوية دارت باش المباني تولي عندها وضعية قانونية سليمة بحيث مولاها يقدر يحفظها ويسجلها ويمكن لي كذلك يتصرف فيها ويستغلها بدون مشاكل. شكون اللي كيسلم رخصة التسوية؟ رخصة التسوية كيسلمها رئيس المجلس الجماعي بعد دراسة ملف ديال الطلب من طرف واحد اللجنة تقنية كتكون من مجموعة من الأعضاء تيمثلوا خصوصا الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة. واش كاين شي اجل لتسليم رخصة التسوية؟ رخصة التسوية كتسلم داخل اجل 60 يوما من التاريخ اللي نحطو فيه طلب الحصول عليها، ويكون في علم الجميع باللي تفتح اجل جديد المدة ديالو سنتين غادي يبدا من تاريخ ديال نشر المرسوم المتعلق بمنح هاد الرخصة في الجريدة الرسمية واللي غادي يسمح لكل مواطن معني باش يوضع الطلب ديالو للحصول على رخصة التسوية. ولكن واش كل البناية غير القانونية يمكن نسويوها؟ باش تسلم رخصة التسوية كيخص تحقق من طرف اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملف الطلب بأن البناية كتوفر فيها مجموعة ديال الشروط الضرورية وخاصة اللي متعلقة بالسلامة والمتانة واحترام الضوابط والقواعد المعمول بها في ميدان التعمير. وطبعا راه ما خاصش تكون هاد البنايه مثلا مبنيه في منطقه ممنوع فيها البني او مبنيه بلا رخصه فوق ارض ديال الدوله او الجماعات السلاليه. وللاشاره رخصه التسويه تتقوم مقام رخصه السكن او شهاده المطابقه